de roer was een motor, de roer kosten ze kennis al op het jaar roer en de roer. Daar is ze nog niet toen livestream met de zorg gestoven naar YouTube, mijn kanaal in toen zo dat. Hebben echter, zei Hanna, eerst en vooral een gariemen. Nou, we gaan het afschalen. يقول هل تؤمنون بأن الناس يعني هذا طبعا من الشائعات وما أكثر الشائعات يلزم يقول هل بالإمكان أن الناس يكونوا يعني أو ليس يكونوا يقدروا مثل هذا الفيروسات ليس بمعنى يخلق ولكن يأخذ فيروس بعد ذلك يفعلون بعض الأشياء وهو يتغير فهل مثل هذه الشائعات لا الله نحن نعبد من كميات نعبد من نعبد الله صحيح من يحفظنا من الله قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك هذا الخلاصة إذا أنت تحفظ ما أمرك الله سبحانه وتعالى بك تعمل بالشر يحفظك الله يكيد كل الناس لك يصنع فيروسات يصنع كذا لا يضر شيء هذا المهم فهمت؟ نعم فيتيا إشتا سألوين فيتيا الوايد إشتا سألوين شيء هون كت propaganda që po bëhet tani kohët fundit që njerëzit e kanë formuar ose kanë modifikuar këtë virusin, tash ne Allah alem nuk e di, mirë po kjo nuk na intereson neve, sepse ne ja adhurojmë Allahun, edhe kush na ruan neve, na ruan Allah. Muhammed alayhis salam thot ihfazillah yahfaz. Ruaj Allah ai do t'ruaj ty. Në kuptimin që ruaj dispozitat, kufit Allah, atë ai do t'ruaj. Edhe nëse bëjnë ata, edhe nëse themi se kanë mundësi me modifikuar virusa, Çfarë do të bëjë dëm ty kur dha ty nëse Allah ty mbron? Ibrahim alayhi salatu wassalam alquhu fi an-nar. Ibrahim alayhi salam e kanë hedhë në zjarr. Arado halqa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kan desh me djega. Madha sana? Çfarë ka bërë? Qal hasbun Allah wa ni'ma al-wakeel. Ka thënë na mjafton Allahu ai është mbrojtësi më i mirë. Hafadhahu Allah. نبينا عليه الصلاة والسلام وضع له السم في طعامه. محمد عليه الصلاة والسلام كان فوت هل من نوشي من فيه؟ من حفظه؟ كل شيء كان وين؟ الله سبحانه لا تمائم ولا تعويذات ولا غيره نعم لك كان برويت أس هيمانية أس أزر تصوي ناتوينة غتم الله إذا لابد نتعلق بالله عندي باتيا دردوت زامرة تونا في ليهم بتم عظام قلنا كل الإشكال في هذه الأخبار يصنع هؤلاء فيروس آلات وكذا لا عليك بهذه الأخبار كي أش براك ثيم تأتشت يا سيفر ما يشفي وما هذا كو بروبليم أش تتسيل يا باز دوش من لايمة لايمة يتبليزوين زرع عندنا خبر من الله لكن اللايم بري الله ومن يتوكل على الله نعم يعني يصدق في اعتماده على الله سبحانه وتعالى مع الثقة والأخذ بالأسباب المشروعة. نيكم اللعن قال الله تشوف نبرتي وما يتوكل على الله. أي تسين بشتيت الله دكي ما شكاش تقول. فهو حسبه يكفي لا يضره شيء. أي تسين رأي زم كتلا بشتيت على الله الله بدتي ميحتنا. نعم. كده ده بيجي ده.